معي عبر سكايب من عين عيسى مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي بقوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عيسى. إذا تم استعادة 50% من مدينة الرقة بعد حوالي شهرين، ماذا يقول لنا هذا عن سير المعركة؟ مرحبا بكم. مصطفى بالي وليس عيسى، من مدينة عين عيسى. أهلا وسهلا. بالفعل نؤكد أن مدينة الرقة أصبحت محررة بنسبة 50% من مرتزقة داعش، أي أحياء السوار الذي يحيط بالمدينة من الجهات الأربع الآن محررة. قريبا ستنتقل المعارك إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة الاشتباك مع التنظيم الإرهابي في داخل المدينة أو الوسط التجاري للمدينة، واستكمال عملية تحرير المدينة. طبعا في اليومين الماضيين كان التنظيم يشن هجمات عكسية وينوع في طريقة وأسلوب الهجمات، سواء عبر السيارات المفخخة أو الانتحاريين بالأحزمة الناسفية، وكذلك الالتفاف من الخلف عبر استخدام الأنفاق التي كانت موجودة سابقا وظهور الخلايا النائمة. نستطيع أن نسمي هذه الهجمات الارتدادية لتنظيم داعش، أو أن نصنفها في إطار صحوة ما قبل الموت إذا صح التعبير، أو محاولتها في عرقلة تقدم القوات داخل المدينة وإشغال القوات للمضي قدما نحو داخل المدينة. لكن وحداتنا القتالية التي اكتسبت خبرات قتالية، خبرات حرب المدن في المرحلة السابقة، استطاعت التعامل مع الوضع والتصدي لهذه الهجمات، ومن ثم تحرير أجزاء كبيرة من حي نازلة شحادة، بالإضافة إلى مساكن الإسكان العسكري المتاخمة لحي نازلة شحادة في المنعطف الممتد بين دوار البانوراما ونازلة شحادة، وإيقاع منطقة دوار البانوراما في تحت الرمايات النارية لوحداتنا، أي أنها بحكم الساقطة عسكريا. وبالتالي نستطيع أن نقول أن المعارك ستنتقل في المرحلة التالية إلى وسط المدينة. نعم. ما أصعب ما تمرون به في هذه المعركة، معركة الرقة؟ معركة الرقة تختلف من حيث طبيعة إدارتها، ولا سيما من جانب التنظيم داعش الإرهابي، بأنها تختلف عن معارك بقية المدن، سواء كوباني أو منبج أو تل أبيض أو الطبقة. في مدينة الرقة هناك أعداد كبيرة جدا، لا نستطيع أن نتأكد من الرقم الذي ذكرتموه في تقريركم، ونعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير. هؤلاء المدنيون يتم استخدامهم كدروع بشرية أولا، ثانيا التواصل مع هؤلاء المدنيين وجمع قواعد البيانات والبحث عن أفضل المنافذ وأقلها تعرضا للخطر لإجلاء هؤلاء المدنيين هو أكثر ما يعرقل المعارك، بالإضافة إلى أن التنظيم يدافع عن آخر قلاعه إذا صح التعبير بعد سقوط الموصل وخسرته للكثير من المدن. نستطيع أن نقول بأن التنظيم الإرهابي يعتبر معركة الرقة هي معركة حياة أو موت، زائد أن التنظيم يتلقى إسنادا قتاليا من خلال الدول الحليفة له، وبالذات تركيا التي تحاول أن تفتح جبهات إضافية على خطوط التماس مع قواتنا. الجزء الآخر من الرقة، تركيزنا على يعني نتحدث عن 50% نعم. المتبقية، كيف ستختلف عما حققتموه خلال الشهرين؟ عموما الخطط العسكرية أو جدول الأعمال القتالية التي تم وضعها من قبل قوات سوريا الديمقراطية وشركائنا في التحالف الدولي، أستطيع أن أقول أنها تسير بنسبة عالية من المهنية والنجاح. المعارك بطبيعة الحال لديها منعطفاتها الحاسمة ولها مفاجآتها، إن لم تحدث مفاجآت نعتقد أننا خلال فصل الربيع أو ما بعد الربيع بقليل سنزف إلى العالم انتهاء أسطورة داعش في عاصمته المزعومة الرقة. نعم. أنا أشكرك جزيلا. من عين عيسى سيد مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية.